كاين المحليات وكاين السكريات. الا سمعتوا شي واحد في شي فضائيه كيهضر على السكريات وكيخلط المناضه مع الكوفيتير عرفوا بان تبارك الله قريب بزاف. ماذا عليك، كاين السكر وكاين لي ديال الكورون، كاين لي سكر لي كربوهيدرات وكاين لي زيد ديال الكورون. هذاك الشيء علاش ما خصناش نخلطوا والله. وكتلقاو دابا في الواتساب وفي الفيسبوك يعطيكم واحد المناضه شحال فيها ديال السكر وكيدير لكم الكميه ديال السكر اللي كتزيد وها شحال كتستهلك. هذاك خطا، هذاك هذيك لو شيما خطا، لان ماشي سكر هذاك الشيء اللي في المشروبات الغازيه، ماشي سكر بعدا اولا. والسكرات هو خلق الله، راه كاين في لاكاناسيكر وكاين في البيتراف، ولكن الكونسونطراسيون التركيز اللي كاين في البيتراف هو 20%، التركيز اللي كنديرو في البراد هو 50%. يعني الكميه اللي كنستهلكو هي اللي خطيره، ماشي طبيعه السكر. هذا السكر هذا الا خديته مثلا 5 كيلوغرام في السنه جيد، الا تعديته 25 كيلو في السنه خطير. لي زاميريكان لي فرونسي دايرين 5 كيلو، انا درت 6 كيلو. 6 كيلو في السنه قسموا 6 كيلو على 365، شوفوا شحال غادي يجيكم، شي حاجه شي نص طوبه صغيره ولا حاجه في اليوم، ما يضرش ما يضرش. نص طوبه صغيره ولا طوبه صغيره في اليوم ما تضرش، ولكن جوج طوبات كبار في اليوم لا. هذه الكميه الاجماليه، ماشي غير داكشي اللي فاتاي، الكميه الاجماليه. مثلا الا خديتي مثلا المربى الكونفيتير، ولا الا خديتي حاجه فيها السكر وزدتي السكر في اتاي وفي القهوه، ولا حاجه ولا خمسه القهوي في النهار، ولا خمسه ديال الكيسان ديال اتاي في النهار، فيهم كل مره حجره ولا حاجه، الكميه غادا تضاعف، غتولي خمسه المرات هذيك الكميه المضاعفه. يعني السكر خلق الله، غير المشكل التكرير ديالو، الصناعه ديالو والاكستراكسيون، اننا كنركزوه كنجيبوه بيور 100%، هنا ماشي 100%، يلاه 97.5%. يعني هنا السكر خالص، ماشي غناكلوه في قصب السكر. الا كان قصب السكر كول ما كاينش مشكل، كاين في الباربه وكاين في التمر بوزكري. التمر بوزكري فيه السكروز، هو النوع الوحيد اللي فيه السكروز هو التمر بوزكري، هو فكوس والمجهول وهذاك الشيء ما فيهش السكروز، فيه مالطوز فريكتوز فيه حوايج اخرين.